ابراهيم عيسى ابو حملات طالع بيكلمنا عن انجاز من انجازات نظام السيسي. ايه هو الانجاز؟ اللي هو توفير الخبز للناس. قال لك ابراهيم عيسى في برنامجه ان توفير الخبز للناس نجاح عظيم للدولة المصرية. يا ولاد الكلب، انت شايف الاستخفاف بالعقول وبالمواطن وصل لغاية فين؟ وصل ان توفير الخبز اللي هو العامل الاولي من عوامل الحياة او المتطلب الاولي والف به متطلبات للانسان انه يعيش، هو الخبز العيش. فبقى انجاز في دولة العسكر، وابراهيم عيسى بيقول لنا لازم نبوس ايدينا وش وظهر او شعر ودقن، لان السيسي موفر لنا قال ايه؟ العيش، الخبز، توفير الخبز وتوفير العيش من وجهة نظر ابراهيم عيسى واللي مشغله او ابراهيم عيسى واللي بيصدقه انجاز عظيم لدولة القصور ودولة العاصمة الإدارية والإكتاجون والنهر الأخضر والنهر الأحمر ومش عارف فندق إيه وأطول مش عارف إيه وأكبر وأعرض وأضخم وأقدم أي حاجة في أي حتة. لكن لما تبص على الإنجازات هم شايفين إن العيش اللي أنت بتاكله واللي بالمناسبة أنت بتستورد 60% منه من بره بالدين والفوايد إنجاز من إنجازات الدولة. أكد الإعلامي إبراهيم عيسى أن توفير الدولة المصرية لمواطنيها الخبز يمثل نجاحا عظيما. قال كمان هناك 50,000 مخبز للعيش في مصر، منها 30,000 مخبز للخبز المدعم و20,000 للخبز السياحي. خليني أقولك أن أهلنا في القرى والصعيد لحد النهاردة بيخبزوا في الفرن الفلاحي، ولحد النهاردة بيخبزوا من الغلة أو القمح اللي بيطلع من الأرض وبيطحنوه يبقى دقيق، ولا يستفيدوا من 50,000 مخبز ولا 30,000 مخبز اللي بتدعمهم الدولة. خلينا نتفرج كده على جزء من كلام إبراهيم عيسى في معرض تعريضه لفشل حكومة عبد الفتاح السيسي ونظامه.